وهيقول لك يلا يكفينا شرهم واحسن هم بعاد، وده ما ينفعش. لازم احنا نعمل لهم قلق. ما ينفعش احنا نقول مقاطعه ونوع، ما ينفعش الكلام ده، لان ده هيريحهم. قطعوا يلا احسن برضو بلاهم، والدنيا بلاهم احسن. وانا ما كنت وانا عشان كده كنت بقول لفوزي يا فوزي ما ينفعش احنا نقاطع. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم حد مننا يطلع عشان يقول الشكوى دي. مين هيقول فوق لما احنا نعمل مقاطعه ونوع؟ مين اللي هيتكلم عن شكوانا واللي بيضايقنا ده؟ مين؟ لما احنا نقعد كلنا وناخد جنب ونعمل مقاطعه للانتخابات وللبرلمان، مين اللي هيتكلم بصوتنا؟ احنا في عندنا دايره كانت موجوده زي ما هو بيقول فعلا، بس هم مش حاسين ان هم شعروا الدايره دي مننا، فاحنا لازم حد يطلع يقول لهم التاريخ اللي هو سرده، ما حدش فوق حاسس بحد، فلازم حد احنا نتكلم عن نفسنا. عشان كده انا دخلت وقلت له يا فوزي، رغم ان هو زي ما بيقول فعلا حزني، هو فعلا قال لي يومنا ما تدخليش، او في الوقت الحالي باللفظ كده ما ينفعش تدخلي. قلت له بالعكس، قلت له انا يهمني ادخل البرلمان ده، لان البرلمان ده بيختلف عن اي برلمان تاني. الفتره دي اللي هي بعد الثوره البرلمان ده بيختلف.